يا لهوي يا لهوي يا لهوي. دول بقى يا مايا اهلي وناسي وعزوتي في الدنيا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. واما تعشريهم بقى سبحان الله تحس انك وسط اهلك وناسك، وبالذات بالذات انهار. نورتي مصر. ايوه. والنبي اللي تيجي تقعدي جنبنا شويه عشان نقرب من بعض. قومي قومي وما تخافيش، دول اخواتك ما تخافيش، اهلك وناسك. حلوه كله عيره. يا اختي دي حلوه قوي وطريه قوي وطعمه قوي. عسل عسل سميحه دي يا ماي. ايه كده ليل ونهار تضحك وتهزر على طول. ايه يا هدى؟ ايه يا حاج؟ السلام عليكم. مش اكرام الضيف واجب برضو ولا ايه؟ واجب يا حاج. الحمد لله على السلامه. ميرسي. ايه ده، دي بتنطة. حكاية. بقول لك وسط اهلك وناسك. يا زينب. ايوه يا حاج. جهز الاوضه الرابعه يلا. امرك يا حاج. مش هتسلم على عيالك وتشوفهم يا حاج؟ طبعا يلا ندهلهم. تعالوا يا عيال سلموا على باباكوا. جه دول عيلتي، واللي شفتيهم دول يبقوا ولادي. انت كيف تعمل فيا هيك؟ عملت ايه؟ حكت عليا وخبيت انك مجوز. ما انت كنتي مخطوبه وفسختي الخطوبه اول ما تقدمت لك، ورغم كده ما قلتليش. كيف عرفت انه كنت مخطوبه؟ هو انت فاكره ان انا هتجوزك كده عنياني؟ مش لازم اسال واعرف عنك كل حاجه، واستنيتك عشان تقولي لي عشان اقول لك انا كمان. ايه بس هيدا كانت مجرد خطوبه. وده شرع الله. أنا مش عامل حاجة حرام. كل دول مراتاتي على سنة الله ورسوله. وأنا من حقي أتجوز واحدة واثنين وأربعة. كله بما يرضي الله. بس كان لازم تقلي هيدا حقي. وأنا كمان كان لازم تقولي لي ما ده حقي. معقول راسك فواز؟ أنت عم تعمل هيدا مثل هيدي؟ مايا أنت ليه مكبرة الموضوع؟ لا إله إلا الله. لو حسيتي بأي تقصير أو أي حاجة ناقصاكي ساعتها يبقى ليكي حق إنك تشتكي وتعترضي. بس هيدا الوضع ما راح أقدر أتقبله. أنت لسه ما جربتيهوش يا حبيبتي عشان تعرفي هتقبليه ولا لأ. لك أنت ليه عم تعمل فيي هيك؟ شو عملت لك أنا؟ حرام عليك. أنا عملت إيه؟ أنا شفتك حبيتك طلبتك للجواز وأنت وافقتي. ما أظنش إني عملت حاجة غصب عنك. بس أنت عم تجبرني على شيء ما راح أقدر أتحمله. مايا اللي مش هقدر أستحمله أنا وإني أشوفك في الحالة اللي أنت فيها دي. ما تبصليش كده يا مايا. حبيبتي أنا عمري ما هظلمك وهعمل كل اللي أقدر عليه علشان أساعدك. أنت مراتي دلوقتي يا مايا، مراتي، وعمرك ما هتحس إن في حاجة ناقصاكي. ودي بالك أنت مش أقل من أي واحدة فيهم. بالعكس بالعكس بقى، ده أنت العروسة اللي جت وخطفتني منهم. يعني المفروض هما اللي يبقوا عاملين كده مش أنت. شيلي من دماغك اي وساوس وجهزي نفسك لسعاده كبيره مستنياكي وفرحه انا شايلها لك. هتلاقي معايا اكتر من اللي كنت تتمنيه. شو رواق. ايه هنسكت كمان المره دي؟ واحنا في ايدينا ايه نعمله يا سميحه؟ نسود عيشته زي ما بيعملوا في الافلام. يا اختي المثل بيقول يا جوز الاثنين يا قادر يا فاجر، ما بالك جوز الاربعه. يكون زي ما يكون بس نجننه برضه. نجننه؟ لا 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 نجننه لا، ده كده يطلقني. يا اختي ما احنا اللي بنديله الفرصه لما كل مره بنسكت وبنهنن الاموره اللي بيجيبها لنا. ما يمكن تزهق ولا ما تقبلش. انت ما شفتيش يا اختي كانت عامله ازاي؟ ولا يمكن هو اللي يزهق؟ يا رب يزهق يا رب. يا بت انت هبله، الحاج فواز مش ساهي، وبعدين مش هيسمح لواحده فيكم انها تقرب منها. ولا انتوا متعرفوش ولا بتستعبطوا عليا؟
طب قولي لنا يا اختي نعمل ايه؟ نكفرها في عيشتها لحد ما تقول حقي برقبتي وتطفش. طب خلاص ارسمي لنا انت الخطه. كله هيدق على دماغكم انتوا الجوز ان شاء الله. ورحمه امي لا نخليها تهجي وتطفش، بس وحياه ابوك انت بلاش وش الملايكه بتاعك ده، خليكي مصحصحه معايا كده. امي امي يا اختي امي، اللي انت هتعمليه انا معاكي فيه. وانت يا انهار؟ ما هو اصل انا للاسف اني لازم اكون معاكم، ولو اني مش مطمنه ولا مرتاحه. ماشي، نمد ايدينا في ايدين بعض بقى ونقرا الفاتحه على قله الاصل. بيت يا سميح عيب تلاموت في روح الجماعه. اتكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تحي يا ستي وتسيبيني اعمل العشاء زي كل يوم. خليكي في نفسك يا زينب وروحي اندهيلي على المحروسه الجديده خليها تيجي تطفح. قلبك وتعملي لها العشاء بنفسك كمان. زينب قلت خليكي في نفسك وروحي اعملي اللي طلبته منك، وعلى فكره الحاج زمانه على وصول. ما هو قلبك الطيب هو اللي مطمعهم فيكي. خوري من وشي يا زينب خوري. ده انتوا عيلة تشيلي. عملت اللي قلتيلي عليه بالظبط، وسميحه مستنيها تخرج عشان تدخل تعمل اللي اتفقنا عليه، وانا كده بقى عملت اللي عليا. اتفضل. اللهم صل على النبي. قمر الحاج عنده حق. شو بدك؟ اتفضلي يا هانم العشاء جاهز. ما راح اطلع غير ما يجي فواز. الست انهار بتقول انه على وصول. انا ما حصني بحدا، ما راح اطلع غير ما يجي فواز. اهو الحاج بيركن ونازل اهو. عن جد؟ ايه يلا انطريني جايه معك. تفضل. استني يا ست افتحي. تفضلي. بدي انطر فواز. ككفرة لما تلهفك. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا حبيبي. اشتقت لك. إيه الحلاوة والجمال ده؟ أيوة كده، بس خفي شوية، أنت كده هتجننيهم. من وقت ما ظهرت حبسة حالي بالأوضة، لك خايفة أظهر ما يعملوا فيي شيء. دول دول نسمة نسمة ولا هتحس بيهم خالص. بقول لك إيه؟ أنت وحشتيني أوي. هيدا الحكي بتقوله لإلي ولا لكل واحدة منهم؟ ما قلنا شيليهم من دماغك بقى عشان ترتاحي. ها؟ عشان ترتاحي يا قمر.